عرفت المؤسسة المصرية أو المشروع إنقاذ منابر المماليك عن طريق دكتورة أمنية. قعدنا كنا نزلنا جولات وبنتفرج على المنابر ومساجد ومش عارفة إيه، لغاية ما أنا كنت شفت صورة لمنبر هما كانوا بعتينه لنا، أبو بكر مزهر. المنبر ده أنا كان عجبني، ومن خلاله بديت بقى أفكر إن أنا إزاي أخد من الباترنز الموجودة على المنبر في إن أنا أطلع منتج. وقتها كنت بفكر إن أنا أعمل منتج يبقى لي حاجة أو art piece that's functional، ليها وظيفة. فكرة غضاصة العلبة مستوحاة من الرسومات الموجودة، الباترن الموجودة على منبر أبو بكر مزهر. والحقيقة الباترن الموجود على المنبر كان ما أنا كنت ببص عليه وخليني أتعلق بيه، فكرة إن هو بيزهر حاجة، بتزهر يعني على اسم الراجل شوية. وأنا من خلاله فضلت ألعب إن أنا أطلع حاجة تدي إحساس الورد أو تدي إحساس الإزهار blossoming، وعلى أساسه بديت إن أنا ألعب في شكل غطا العلبة. الباترن عشان هو متكرر ففضلت أخد منه حاجات، أخد حاجات وأسيب حاجات، أخد حاجات وأسيب حاجات. فكنت بأخد مرة أعملها بالشكل ده، الشكل ده، الشكل ده، أغير فيها، بس في النهاية عايزة حاجة تدي إحساس حركة وتدي إحساس إنها بتطلع من النص كده. ابني طبعاً، بس أنا مش هتأكد إن هي ناعمة، وأنا بصنفرها بحطها على خدي، مش هتأكد إنها الصنفرة كويسة. أنا عايزة الناس تستخدم الحاجة اللي أنا بعملها وتبقى حاسة بيها، بتلمسها وبتشم ريحتها عشان وتشم ريحة البولشنج الطبيعي اللي أنا بعمل بيه. ده مستقبل العلبة بصراحة.